الوضع يخرج عن السيطرة والبلاد تدخل في الفوضى. مسلحون يسيطرون على وسط إثيوبيا ويوجهون أسلحتهم نحو العاصمة. الحكومة تعلن حالة الطوارئ القصوى وتدعو المواطنين إلى حمل السلاح للدفاع عن الأمة. رئيس الوزراء يحذر من جذر البلاد إلى الهاوية، متعهداً بالقتال حتى النصر ومتوعداً بدفن أعدائه. شبح التقسيم يخيم على المنطقة وبوادر حرب أهلية تلوح في الأفق. فما الذي يحدث في إثيوبيا؟ وكيف خرجت الأمور عن السيطرة؟ ومن المتسبب بكل ذلك؟ بداية القصة. تتكون إثيوبيا من 10 مناطق مقسمة إلى حد كبير على أسس عرقية، وتتمتع بقدر عال من الحكم الذاتي، بما في ذلك شرطة إقليمية وميليشيات تقوم بدور الجيش. قبل وصول أبي أحمد إلى السلطة، كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تحكم إثيوبيا بقبضة من حديد لعقود طويلة، إلا أن البلد كان مستقراً في قارة تعج بالفوضى. ومع ذلك، ونتيجة للحكم الاستبدادي، خرجت انتفاضة شعبية ضد الجبهة وأجبرت قادتها على الاستقالة. ولإخماد التوترات، عينت الطبقة الحاكمة أبي أحمد رئيساً للحكومة عام 2018، إلا أنه سرعان ما انقلب عليها وبدأ بمحاكمة قادة الجبهة المتهمين بالقمع والفساد. وهنا كانت البداية، حيث أثارت الاعتقالات غضب قادة التيغراي الذين انسحبوا إلى معاقلهم في الشمال واستمروا في السيطرة على حكومة تيغراي الإقليمية، مما دفع الحكومة المركزية إلى إيقاف تمويل الإقليم وقطع العلاقات معه. أما قادة التيغراي فاعتبروا هذه الخطوة بمثابة إعلان للحرب. الصدام المسلح. في عام 2020 اتهم رئيس الوزراء أبي أحمد جبهة إقليم تيغراي بمهاجمة قوات الجيش الاتحادي المتمركزة هناك، وقال إن الجيش سيستخدم القوة لتأمين البلاد بعد أن تجاوزت الجبهة الخطوط الحمراء، وإن الدخول في مواجهة عسكرية أمر لا مفر منه ضد من اتهمهم بالعمالة والخيانة العظمى. وعلى الفور صادق مجلس الوزراء الإثيوبي خلال اجتماع استثنائي له على إعلان حالة الطوارئ في الإقليم، ليبدأ الجيش من بعدها عملية واسعة النطاق ضد المتمردين في تيغراي. وفي غضون أسابيع قليلة أعلنت الحكومة الإثيوبية فرض سيطرتها الكاملة على الإقليم، وذلك بمساعدة من إريتريا وميليشيات من إقليم أمهرة. أما قادة إقليم تيغراي فقد فروا إلى الجبال، واعتقد الجميع أن القبض عليهم بات مسألة وقت لا أكثر، إلا أن الرياح لم تجري كما اشتهت سفن إثيوبيا، حيث تمكن قادة الجبهة من إعادة تنظيم صفوفهم وبدأوا بشن هجوم معاكس، خاصة بعد أن انضم إليهم غالبية سكان الإقليم بسبب تحول الحرب إلى صراع عرقي. وعلى مدار الأشهر الماضية ومع استمرار الهجمات، بدأت الحكومة الإثيوبية تفقد السيطرة شيئا فشيئا، كما تعرضت قوات الجيشين الإثيوبي والإريتري لخسائر متتالية في أماكن متفرقة من المنطقة الشمالية. ومما زاد الأمر تعقيدا هو انتقال القتال إلى مناطق أخرى في البلاد. شبح التقسيم. لم تعد جبهة تحرير تيغراي الجهة الوحيدة التي تخوض تمرداً ضد الحكومة الإثيوبية، بل هناك حركات مسلحة تنتمي لعرقيات مختلفة تسعى لاقتحام العاصمة أديس أبابا أو الانفصال تماماً عنها، حيث شجعت الهزيمة التي تعرضت لها القوات الحكومية في إقليم تيغراي قوميات أخرى على تكثيف تمردها وتشكيل جبهة موحدة هدفها التخلص من الحكومة المركزية. وخلال الأيام الماضية استطاع مقاتلو الجبهة السيطرة على عدد من المدن الاستراتيجية، بالإضافة إلى تقدمهم المفاجئ في مناطق الأمهرة الحليف الرئيسي للحكومة. كما أعلنت جبهة تحرير أورومو تحالفها مع قوات التيغراي ضد الحكومة الإثيوبية، وأنهم باتوا على بعد 400 كيلومتر فقط من العاصمة التي يهددون باجتياحها، مما دفع أبي أحمد لدعوة المواطنين إلى حمل السلاح والتصدي لزحف المتمردين الذين يدفعون بالبلاد إلى حتفها حسب قوله، متعهداً بالقتال حتى النصر ومتوعداً بدفن أعدائه
الذين اتهمهم بتحويل إثيوبيا إلى ما يشبه ليبيا أو سوريا. ومع وصول قوات المتمردين إلى ضواحي العاصمة واتساع رقعة الصراع، أصبح المشهد الإثيوبي قاتماً ومفتوحاً على سيناريوهات حرب أهلية شاملة. ففي حال وصلت قوة جبهة التيغراي وحلفاؤهم الزحف نحو أديس أبابا، فإن الحكومة المركزية لن تستسلم بسهولة، بل ستقاتل بشراسة باعتبارها معركة حياة أو موت، مما قد يدفعها لاستخدام أسلحة أكثر فتكاً كالصواريخ الموجهة والطائرات الحربية لتعطيل القوات المهاجمة. كما ستبدأ الحكومة بإجبار الناس على القتال ونقلهم إلى الخطوط الأمامية. ومن المؤكد أن كل ذلك سيثير مخاوف أقاليم أخرى، مما سيدفعها للمشاركة في الحرب أو إعلان استقلالها. وفي النهاية تسبب الصراع الدائر بمقتل وتشريد الآلاف وغرق إثيوبيا في أزمة إنسانية خطرة يواجه فيها مئات الآلاف خطر المجاعة. ويبدو أن الأطراف الدولية اتخذت قراراً بعدم التدخل والاكتفاء بترقب تطورات الحرب وما ستسفر عنها من نتائج. وأنت برأيك من المتسبب بكل ذلك؟ وهل تعتقد أن أيام أبي أحمد في السلطة باتت معدودة؟ شاركنا رأيك في التعليقات.